الآن سؤال: هل كان الرب يسوع يفرق بين اليهود والأمم عندما رفض المرأة الكنعانية في بداية الأمر؟ السيد المسيح مدح قائد المئة الأموي وقال: لم أجد في إسرائيل كله إيمان مثل إيمان الرجل، ومدح كثيرا من الأمميين، وقبل صعوده قال لتلاميذه: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. أما المرأة الكنعانية فكان في لعنة واخداها من أيام أبينا نوح، والسيد المسيح كان عارف أنها تحتمل، فقال لها كلمة صعبة وبعدين طوبها لما احتملت. بيقول: هل حرام أن يصبح الإنسان المسيحي مطرب يعني بالطرب العالمي؟ يعني إذا كانت الأغاني اللي بيقولها تثير في الناس مشاعر غير مقدسة يبقى حرام. إن كانت الأغاني اللي بيقولها تثير في الناس مشاعر غير مقدسة أو تنقلهم إلى جو متعب يبقى حرام. يقول: هل برضو تغيير الاسم حرام لو كان من اسم أحد القديسين إلى اسم عالمي؟ يعني واحد مثلا اسمه برجس أو تدرس يغير نفسه لاسم عالمي؟ طبعا يبقى حرام، لأن معناها أن هو إما بينكر مسيحيته أو بينكر محبته لهذا القديس. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في نقل الأعضاء علما بأن الجسد مقدس والجسد هيكل للروح القدس الحال فيه؟ فهل آخذ أعضاء المسيح وأعطيها لأي شخص؟ ربنا بيقول: ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحد. فإذا كان الإنسان ممكن أن يضع نفسه كلها من أجل غيره، فممكن أن يضع عضو معين من أجل غيره. دي مش هيجري حاجة يعني هو أنت بأعضائك المقدسة كلها ما بتغلطش، وهي أعضاء المسيح. بلاش الفريسية في تفسير الآيات. كون إن الإنسان يبذل نفسه من أجل غيره، من أجل مؤمن أو غير مؤمن، كله بركة، زي مثل الفريسي والعشار. المسيح بذل حياته من أجل العالم كله، وانتفع المؤمنون التائبون ولم ينتفع الباقون. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في السفر للخارج ورأيكم في الزواج من الأجنبيات؟ زمان كانوا الأجنبيات وثنيات، لا
لكن دلوقتي في اجنبيات مؤمنات وقديسات وكل حاجه، فما فيش مانع ما دام انسانه مؤمنه وروحيه. رأيي للسفر للخارج ان تضمن اولا انك تلاقي شغل هناك، وتضمن اولا ان الشهادة بتاعتك يعتمدوها، وكذلك تروح بطريقة قانونية، يعني مش تسافر كده بطريقة الليجل وبعدين تدور. وفي ناس ينفعهم السفر للخارج وفي ناس ما ينفعهمش. واحد بيقول كيف ان محبة العالم عداوة لله، في حين ان الله محبة لا يعرف العداوة. عداوة لله يعني الناس بيعادوا ربنا، مش ربنا بيعادي الناس. صحيح الله محبة لا يعادي احدا، لكن عداوة لله يعني الناس البشر اللي بيحبوا العالم هم اللي بيعادوا ربنا. واحد بيقول لماذا يختارون في الأديرة التعليم العالي في الرهبنة؟ لا، ممكن اذا كان حد تعليم متوسط او مش مفيش تعليم خالص، لكن في حياة روحانية يقبل في الدير. وبعدين سؤال تاني، هل الآن يمكن ان احد يتكلم بألسنة؟ في ناس يعرفوا يتكلموا انجليزي وفرنساوي والماني وايطالي، لكن اللخبطة اللي بيقولوا عليها ألسنة دي لا. والكتاب المقدس بيقول الألسنة ستبطل. واحد بيقول نرجو من قداستكم اعطاء لنا نبذة عن الوحش 666. انا رأيي ان هو ضد المسيح اللي ورد في تسالونيك الثانية اصحاح 2، وقيل عنه المقاوم والمرتفع عن كل ما يدعى الها حتى انه يجلس في هيكل الله كاله. واحدة بتقول انا فتاة عندي 31 سنة ولم أتزوج لأنه لم يتقدم لي الإنسان المناسب، ولأني مرتبطة عاطفيا بشخص كويس جدا ومناسب لي، لكن ظروفه المادية كانت صعبة، وهو كبير أسرته وهو إنسان مكافح وأنا أحترمه جدا ولا أتمنى الارتباط إلا بسواه، وهو مسافر وسوف يأتي إلى مصر بعد سنة ويتقدم لخطبتي، فهل أنتظر أم أوافق على العريس المتقدم لي مع إن غير مقتنع به؟ إذا كنت واثقة من ان الشخص اللي بتحبيه والمناسب فعلا هيجي بعد سنة ويخطبك، ما جرتش حاجة، اصبري السنة. لو كانت ظروفه هتتحسن او لو كان وعدك بكده. هل يجوز لنا الزواج من الطائفة الطوائف الأخرى؟ ولو كان لا فلماذا؟ يجوز لك أن تتزوج من طائفة أخرى من نفس الإيمان، يعني السوريان أرثوذكس، أرمن أرثوذكس، أحباش أرثوذكس، إريتريين أرثوذكس، يجوز لك مدام
الطائفة تتفق معنا تماما في الإيمان، لكن لا يجوز إنك تتجوز من طائفة تخالفنا في الإيمان ولو كانت مسيحية. حتى نفس القسيس القبطي مش هيرضى يجوزها، ونفس عقود الزواج مكتوب عليها عقود الزواج لمتحدي الملة والطائفة. واحد بيقول توفي والدي ووالدتي في شهري يناير وفبراير الماضيين، ضيف حياتي، وصدمت صدمة لا تقدر ويئست من الحياة مدام أخرها الموت، وإلى الآن قلبي لونه أسود مثل ملابسي، اللي لازم واحدة ست لبس أسود، لدرجة إني كرهت كل شيء حتى ذهابي للكنيسة أو سماع كلمة الله. الحمد لله إنك حضرت الاجتماع. شوف يا بنتي، عايز أقول لك حاجة، سؤالك في حاجات عايزة تصحيح. يعني بتقولي يأست من الحياة مدام أخرها الموت، الحياة مش أخرها الموت، مين قال إن الحياة أخرها الموت؟ الحياة لا تنتهي، دي عايشة إلى الأبد، بس الموت مجرد جسر بينقل من حياة إلى حياة، لكن الحياة لا تنتهي بالموت، لأن ربنا مد الإنسان نفس خالدة بتحيا بعد الموت أيضا، والوالد والوالدة أحياء ما ماتوش. ولذلك السيد المسيح لما اتكلم على هذه النقطة وقال ربنا قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو إله أحياء وليس إله أموات، إذا معناها إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما زالوا أحياء، فوالدك ووالدتك دول أحياء ما جرالهمش حاجة، بس انتقلوا من حياة فانية إلى حياة باقية، وانت ان شاء الله بعد عمر طويل جدا 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 هتنتقل الى حياة فاضلة، سواء كرهت الحياة دي او ما كرهتهاش، كلنا هننتقل الى حياة فاضلة، حياة اخرى. فما تقوليش كرهت واتصدمت عشان الحياة اخرها الموت، لا. كمان ليه تصدمت؟ عايز اسألك سؤال كده، مين من الناس في الدنيا دي كلها أبوه وأمه عاشوا إلى الأبد؟ مين؟ ما كلنا أبائنا وأمهاتنا، طبعا بعضكم ربنا يخليهم أبائهم وأمهاتهم، لكن إحنا كتير مننا الكبار في السن أبائهم وأمهاتهم توفوا، فأنت لست الوحيدة في العالم إلا أبوك وأمك اتوفوا. ليه تقولي قلبي اسود زي ملابسك؟ على فكره ملابسك السودا حلوه خالص. مين قال دي الملابس السودا دي كلها وقار؟ كلها ايه؟ وقار ورزانه. امال احنا نعمل ايه اللي عايشين في السودا طول عمرنا؟ يعني اذا كان انا وليه تقولي قلبك اسود؟ انا مش مبسوط من كلامك. مفروض قلبك بيسكن فيه الروح القدس، والروح القدس بيبيضه يخليه ابيض كالسمك. لازم تغيري افكارك دي وترجع لطبيعتك، وتقول كرهت كل شيء حتى ذهاب للكنيسه. بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي. مين من الناس ما عندوش ميت؟ مين من الناس ما عندوش ميت؟ اللي ما عندوش ميت أب وأم، عنده ميت ابن ابن أخ أخت ابن خال ابن خال، كل بيوت فيها موت. وده الناس لما بيموت لهم ميت مش بيمتنوا على الكنيسة، ده بيخشوا هم والميت جوه الكنيسة ويسمعوا الصلاة عليه جوه الكنيسة،
وبعدين الكنيسة بتروح في يوم الثالث وتصلي عليهم هناك لكي تذكرهم ان كما ان المسيح قام في اليوم الثالث الميت بتاعهم هيقوم ايضا في اليوم الاخير، فبتذكرهم بالقيامة. وان كانوا زعلانين وما راحوش الكنيسة، القسيس بيروح لهم لحد عندهم في البيت ويقول لهم اصطلحنا مع ربنا، تعالوا بقى.